اللي عايز نقوله لك احنا كده من الاخر ملناش ميه، عايزين نروح. في ميه ولا مفيش ميه؟ نروح. مشكله الاخوه الحضور ان دول واضعين على حد ما ورد باقوالهم ان مواضيع اليد على بعض الزمامات بترعه علم المرقب بمركز العمليه تاني محافظه الاسكندريه الاخذه من ترعه النصر خلف طرد محطه 4 والزمام اللي هم بيستزرعوه غير مقرر الري وبالتالي بياخدوا الميه اللازمه لري الارض دي بالمخالفه. التهم اللي احنا ان احنا بنبدد الميه في نظر الحكومه وبنسرقها وبيعملوا لنا اواضي تبديد والقضيه بتتغير من اواضي تبديد ميه لاواضي حجز اداري، اواضي حجز اداري وبينتج عنه ان هي بتبقى جنحه بيعاقبنا عليها القانون. وكيل وزاره الري باسكندريه ما في ايدوش قرار بالنسبه للموضوع ده. الموضوع ده مش قراره في ايده خالص. جايين النهارده عشان حد يسمعنا ويحلنا مشكلتنا. ادي احنا قاعدين يقولوا لنا شويه، يكلموا الراجل بتاع الاداره هناك اسمه السيد بيه ده بتاع النصريه، يبعت لنا شويه غفر، يجوا هناك يهددونا وبيجوا هناك يعملوا علينا اتاوى، يا كده هنعمل لكم اواضي. لازم نعترف ان الارض دي مقررات الري، ولازم نمشي في اتجاه كيف نقرر الري هذه الارض. ماشي. اسوه بال 10,000 فدان الاخرى. احنا لو واحد فينا دخل كمين مش هيروح، لو دخل كمين مش هيروح. 3500 وجايبين لنا غرامات اللي 150,000 واللي 30,000 واللي 10,000 غرامات عشان الفتحه اللي احنا عاملين فتحه بنروي منها. امال هنروي منين وناكل منين؟ نسرق نشتغل ومجرمين بقى وخلاص. يقول لك انتم ما لكمش مقزز مائي، ممنوع مقزز مائي. احنا من اسرائيل عايزين نعرف، احنا ناس مصريه واحنا عايزين بنزارع ومزارعين، ومن 98 الارض شغاله مزارعه مستصلحين على حسابنا، مش جبنا المايه ودفعنا فيها على حسابنا. دلوقتي كل 6 أشهر بتجينا ازاله فتح. الناس اللي وضعت الدستور تجيب ناس من كل منطقه من الفلاحين، مش من الناس اللي جنبهم من الجيزه ومن الناس اللي من القاهره. دول الفلاحين بتوع الجيزه دول ناس من الاف السنين وهم في الارض دي. احنا الناس دي مستصلحين الارض ديت وهي خرابه وهي صحراء، هم عارفين كده. المهندس علي الديب يشحنه هنا بينكم وبين عملت مذكره دلوقتي بتكتب على الكمبيوتر في مقترح الحل اللي انا بعرضه على سيد الوزير، لان القرار ده التصرف المشكله ديت ما اعتقدش ان في اي حد يقدر يتخذ قرار فيه الا مع الوزير. احنا طلعنا دلوقتي قابلنا الدكتور فتحي الجويلي ووعدنا ان هو ان شاء الله في خلال 15 يوم هتطلع لجنه في خلال اسبوع، وفي خلال 15 يوم يكونوا حللنا المشكله، وعلى مدار شهر تكون الفتح خلصانه ويقننوا لنا وضع الفتح رسمي لان احنا اصحاب حق.